انطلاقة سليمة. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. نسير مباشرة مع مقدمة هذا الشوط مع هملول على المقدمة لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد بقيادة المضمر مختار بن أحمد. وفي المركز نشوف المركز الثاني حشيم لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث مجاوز في المركز الثالث لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع متعب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن حزيم. وفي المركز الخامس في هذه اللحظات نشوف اللي في المركز الخامس كحيلان لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السادس خداع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز نشوف المركز السابع اللي في المركز السابع شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثامن هنا سلهود أيضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم الحميري. هذه النتيجة وهذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل، ولا زال هملول مسيطر منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهو يبحث عن النقطة الثانية لهذا الشعار لهذا المالك مع هذا المضمر مختار بن أحمد الذي دائما يختار المراكز المتقدمة. يا سلام يا هملول، هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر مختار بن أحمد. المركز الثاني متعب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن حزيم. وفي المركز الثالث حشيم لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع كحيلان لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس مجاوز لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السادس خداع في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع سلهود لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثامن شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز التاسع مياس لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد بن محمد بن مروجد. وفي المركز العاشر مثير لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. نرجع إلى هملول وإلى لوحة الألف وميتين عن خط النهاية بقيادة هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد بقيادة المضمر مختار بن أحمد. المركز الثاني متعب من الجانب الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم مجاوز بدأ يجاوز ويغير وينتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام يا مجاوز، بدأ يجاوز من عمق الميدان إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا مجاوز، جاوز الذي تبت جاوز. يا سلام يا مجاوز، جاوز وغير وانتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على هذا الموسم، موسم خير، موسم بركة، ونحن في افتتاح هذا الموسم في سن اللقاية بلقاية أصحاب السمو والشيوخ. يا سلام، سن المواهب، سن الاكتشافات على أرضية ميدان المرموم بقيادة مجاوز يجاوز إلى خط النهاية وإلى الفوز وإلى الناموس. وصل كحيلان على المركز الثاني في هذه اللحظات أيضا لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثالث خداع
لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاستبل الواثق والمحنك على مقدمة هذا الشوط مع هجن سيدي صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يا سلام يا سلام يا مجاوز، بدأ الآن يقترب من المنصة الرئيسية، يقترب من خط النهاية، ها هو مجاوز يجاوز إلى الفوز وإلى ناموس. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم على فوز مجاوز بالمركز الأول. المركز الثاني كحيلان لهجن العاصفة، المركز الثالث خداع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع شاهين مياس، في المركز الرابع لهجن زعبيل، وفي المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة، هذه النتيجة، والتوقيت الزمني ساعة وصول مجاوز إلى خط النهاية بعدما جاوز لوحة 4 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل استحقاق. 6 دقائق 19 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، والذي وصل في المركز الثاني كحيلان. 6 دقائق 19 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي الذي وصل في المركز الثالث خداع. 6 دقائق 19 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، تهانينا للمضمر سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس. يستمر التواصل مشاهدينا.